تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للماء والكهرباء إنجاز مشروع محطة لتحلية مياه البحر سعتها 300 مليون متر مكعب، ستخصص 30 مليون منها لري مدار سقوي بإقليم الجديدة على مساحة 5000 هكتار. ولشرح المشروع تم تنظيم يوم تواصلي وتحسيسي لفائدة فلاحي منطقة دكالة. ومباشرة معنا من الجديدة الأستاذ محمد بلغيثي مساعد مدير الري بوزارة الفلاحة. أستاذ بلغيثي أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. بداية أستاذ بلغيثي نود أن نتحدث عن أهداف هذا اليوم التواصلي. شكرا. في الحقيقة هذا اليوم التواصلي تيدخل في واحد المنهجية اللي تتقوم بها وزارة الفلاحة كلما أرادت يعني إعمال واحد المشروع ديال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذا المنهجية فيه يعني واحد تواصل على المستوى المحلي مع الفاعلين مع الفلاحين لمعرفة أكثر بأشكالياتهم بكيف ينظروا إلى المشروع. وهذه يعني سنة حميدة نستعملها دائما في هذه المناطق اللي فيها خصاص للمياه وندرة للمياه. أستاذ بلغيثي، هذا المشروع تحلية مياه البحر سعتها 300 مليون متر مكعب، ستخصص 30 مليون منها لري مدار سقوي بإقليم الجديدة على مساحة 5000 هكتار. حدثنا عن أهداف هذا المشروع انطلاقا من هذه المحطة الجديدة. هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية الوطنية للفلاحة، استراتيجية الجيل الأخضر، وفي إطار المخطط أو البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والفلاحة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2020. وهذه المحطة 300 مليون متر مكعب ستخصص منها حصة لسقي المزروعات ذات القيمة العالية المضافة. ولتحقيق هذا المشروع لابد من الإشارة أنه سيساهم بالخصوص في صمود الفلاحة بالمنطقة، لأن المياه المحلات مياه البحر المحلات يعني مضمونة، فيها واحد ضمانة للفلاح وفيها واحد تأمين ديال النشاط الفلاحي بالمنطقة. أستاذ الغيثي، التكلفة الإجمالية المرتقبة للمشروع حوالي 560 مليون درهم، حدثنا كيف سيتم تمويلها؟ هو في الحقيقة هذا السؤال سيكون الجواب عليه في آخر مراحل المشروع، لأن المسلسل ديال تهيئ مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص بين القطاعين العام والخاص فيهم واحد التسلسل، واحد يعني واحد لينيغوسياسيون والمشاورات بين الفاعلين وزارة الفلاحة والدولة بصفة عامة لتحديد ثمن يعني ثمن تكلفة المياه من جهة، وكذلك سعر اللي يمكن يتحمله الفلاح فيما يخص الزراعات اللي غيقوم بها. ولهذا فتحديد يعني البنية ديال التمويل ديال هذا المشروع سيكون في آخر مرحلة للمشروع، إلا أن اللي مهم الإشارة إليه هو أن الدولة ستساهم قدر المستطاع في تكاليف الاستثمار ليخرج ثمن الماء بثمن يمكن الفلاح من الربحية دياله ومن واحد مستوى ديال الدخل اللي يمكنهم الاستمرارية في مزاولة نشاطه. الأستاذ محمد بلغيثي مساعد مدير الري بوزارة الفلاحة، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.